اولا مرحبا بكم في العرض الاول ديال مروكيه حاره. هو فيلم اللي شغلنا عليه انا وهشام هذه سنوات، واليوم العرض الاول ديالو للجمهور. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم ويعجب المغاربه. فيه بزاف ديال الرسائل، فيه بزاف ديال الحاجات اللي بغينا نقولوهم على الواقع اللي كنعيشوه، على المجتمع ديالنا، على بزاف الحاجات، مثلا منهم الشوماج، منهم الشباب اللي باغي يهاجر، منهم الشباب اللي عنده دبلومات واجازات وعاطل عن العمل. فهاد الشخصيه ديال كاتي هي مغربيه بحال كاع المغاربه اللي باغا تهضر على واحد الحق من الحقوق ديالها. فكنتمنى الفيلم يوصل للجمهور كيف خاصو يوصل ليه، وكنتمنى يعجبهم يا رب. شكرا. يعني كل شيء غال مع هشام العسري، كنعرفوا السينما ديال هشام العسري هي سينما دوكي، كيفاش كل شيء غال الشغل مع هشام العسري؟ انا بالنسبه ليا هو متعه، فهو صديق ديالي وخويا الكبير، ومن المخرجين الاولين اللي امنوا بيا كموهبه، ومن المخرجين الاولين اللي عطوني ايديهم وعاونوني بزاف. فاليوم الفيلم السينمائي ديالي معاه فهو زعما جو سوي فيير، فخوره انني وصلت لهاد المرحله مع هشام في الاشتغال. لان النهار الاول بديت بمشهد، بعد جوج مشاهد، من بعد كان كورميتراج، من بعد كان دور، من بعد كان يعني ما حرقناش المراحل كيف كنقولوا. فالخدمه معاه زوينه بزاف. اي العمل في التلفزه والعمل في السينما شنو؟ ما كاينش فرق ما بين العمل في التلفزه والعمل في السينما، اباغ التطرق للموضوع. يعني في التلفزه كتطرق ليه بواحد الطريقه، وفي السينما كتكون عندك حريه اكثر. فوالا. بالنسبه للقهوه اما يعني تفضل السينما ولا ما كاينش شي حاجه كنفضلها على الاخرى. عندي التلفازه بحلاوتها، كتدخلنا عند الجمهور وكتخليه يحبك ويبغيك وكيولي مولفك بحال اللي شي مونبغ من لا فامي. والسينما كتطرق فيها المواضيع، كدوز منها رسائل، اللي كيكون انتريسي بهذاك الشيء كيجي هو يتفرج في السينما. دونك هذا هو الفرق بيناتهم. وكان شنو هذا فيلم كوميدي نيت ولا درامي؟ الفيلم ما بين وبين هي كوميديا سوداء، يعني تقدر تكون ما كاينش الضحك، ولكن لا سيتوياسيون الموقف كيضحكك. فوالا. فيلم تتشوفوه كنهضر على الدور ديالي في فيلم ديال هشام، على الشخصيه ديال صلاح، واحد من لابون ديال العطاره اللي هما كيبيعوا شطاره، كيبيعوا الخرده، ولكن من تحت كيبيعوا الحشيش. كان تقريبا رباعي فيه عادل العسري، امين قيصر، ومولي ادريس الفاطمي، صالح بن صالح. من بعد ما نحرقش الادوار ديال القصه، من بعد كيدخلوا للحبس كيبيعوا يشريوا في الحشيش. فوالا. شفنا واحد الشراد ما بين بيسرا اوفردوز وفيلم مروكي. ما عرفتش بالنسبه للسؤال اصبر طرحه على هشام، لانه هو اللي كسب ودار الاخراج لي كونسيبت بجوج. ولكن شنو فهمت انا ان ميم بيرسوناج ديال بيسرا اوفردوز ديال باتو فدوا تقريبا منه تانسبيرا وتكتب الفيلم ديال مروكيه حار. كنظن هو كونتينيتي ولا انسبيراسيون ولا شي حاجه. العمل مع كتكون اجواء رائعه، كرياتيف، كاينه تماره، ولكن كيمشي داكشي ضحك، لان ملي كتجي عند واحد السيد كتكون متاكد انه كاين ابداع، كاين احترام ديال الممثل كيخدم على الكوميديان ديالو، دونك كتكون دائما اجواء مزيانه. كنشوفوك ديما مع هشام العسري، حيت ما شفناكش بزاف افلام ولا حتى ونيفو المسلسلات ما كاينينش عربي. بالنسبه للمسلسلات المساله كترجع للتلفازه، انا ماشي كونتخ. هشام مقتنع بيا، دونك غالبا تنكون معاه في كاع الافلام السينمائيه ديالو. قناعات فنيه هي. علاقه الشخصيه ديال الفيلم ديال صراحه واش كنت تشوفوا؟ كنشابهوا في الوجه. في الحياه ما كنبيعش الحشيش. كاتب ومخرج فيلم مروكيه حاره. مروكيه حاره هي كوميديا سوداء من بطوله فدوى طالب، وتتحكي على القصه تاع واحد الشابه كتفيق كتلقى راسها غدوز اتعس نهار في حياتها. هي هو وكيجي في الظرف تاع بان عندها 30 عام وقد راسها ما عندها حتى بلاصه لا في المجتمع لا في الخدمه لا في العائله لا والو، وتنعيشوا معها هذا النهار هذا اللي هو ما زوينش، وسيرتو بواحد القالب كوميدي ساخر اغبا في الدار البيضاء. كنحاولوا نديروا كوميديا مع الدار البيضاء ولكن وسي مع السكان تاع الدار البيضاء. كيفاش كنشوفوا الاقتراب ديالك من فدوى طالب؟ زعما كتخدم مع هون بيسارة اوفردوز وصالح بن صالح هو اللي كيهضر معك الشغل. بالنسبه ليا هذا الفيلم كتبته خصيصا لفدوى طالب،
علاش؟ لان كنا درنا بساره اوفردوز اللي كانت لقات واحد الاستحسان تاع الجمهور، كان خضر دار ضجه ايتترا، ولقيت بانني مازال محتاج نهضر على هذه الشخصيه هذه، سورتو بانها كنهضروا على واحد الطبقه من المجتمع اللي ديما تنشوفوها باحتقار، تنشوفوها بنقص، كنشوفوها كنعودوها غير بطريقه اللي هي ميزيرابل. حاولت نعطيها واحد القوه زوينه، حاولت نعطيها واحد الباناش باش نبينوها بواحد الطريقه زوينه ما يكونش فيها الحكم، حيت في المغرب ديما تنهضروا على المراه اللي كتسوق الطياره، والمراه اللي غتمشي لكاس العالم، والمراه اللي طلعت تسلقات شي جبال اكسيتيرا، ما تنهضروش على دوك الناس المراوات المكافحات في الواقع. كتكون عندها خدمه بسيطه، كتضرب على ولادها، كتضرب على راجلها، كتحاول تكافح. دوك حاولت نعطيهم واحد شويه من الحب لهذه الشخص هذا. كنعرفوا بان هشام العسري كيخدم سينما دوتور، واش كاينين المحبين والناس اللي كيفهموا شنو نوعيه السينما اللي كتقدم لهم؟ تنظن بان اي فيلم تتلاقى مع اي جمهور. انا بالنسبه لي الحاجه اللي تزادت ولا اللي تنقصت في هذا الفيلم هو انه القالب الكوميدي ولا القالب الكوميديا السوداء كنحسوا بانها قريبه للجمهور، واحد السلاسه اللي بسيطه. ابخي انا بالنسبه لي القصه هي القصه تاع الشخصيه، يعني الشخصيه هي اللي عطاتنا الامكانيه بان نكونوا في قصه اللي مفهومه، يعني اي واحد غيتفرج فيها غادي يفهمها، خصوصا باننا تنهضروا على ظواهر اللي هما انيه. يعني وصلنا للحظه فين تنهضروا على المراه ماشي بالضروري نبينوها ان فيكتيم ولا نبينوها بواحد الطريقه اللي نكبروا بها بزاف، نقدروا نبينوها في المجتمع حتى هي كتكافح كتضارب كطيح كتنوض، وكنعطيوها واحد القيمه اخرى. جات في الفتره الزمنيه تاع المدونه، بزاف د الحوايج اللي كيتبدلوا في المجتمع تاعنا، الناس تاع تيك توك اكسيتيرا، كيفاش نكونوا ديما بيرتينون، نكونوا زعما في الوقت ولا في الوقت في الابداعات تاعنا. وهذه يعني كتبغينا نكونوا نطوروا الامكانيات تاعنا السرديه، ونطوروا حتى الامكانيات تاع التحاور مع الجمهور. بالنسبه لمشكل الدعم اللي كيواجهوا جميع المخرجين لا تنظن كتخدم اوتو برود ولا؟ انا بالنسبه لي كل فيلم وعنده المسير تاعو، يعني ما تنفضلش نقول نهضر على بانه كاين دعم ولا ما كاينش دعم. كاين قصص اللي ما محتاجينش الدعم، كاين قصص اللي محتاجين الدعم، كاين قصص اللي غياخذوا الوقت بزاف ولكن ما يحتاجوش الفلوس بزاف، كاين قصص اللي غياخذوا وقت قصير ولكن خاصهم الفلوس بزاف. انا كنحاول كل مره نخدم افلام اللي هي قريبه ليا شخصيا لانني كنكتبها وتنصورها، انا ماشي منتج، كنحاول ما نخلطش، يعني الانتاج هو تخصص تاع ناس اخرين كنحاول نتعامل معاهم. دونك هذا الفيلم هذا ما احتاجيناش داك الدعم، ما احتاجيناش، باسكو كنت باغي واحد الحريه اللي هي كبيره بزاف باش نطرق لشي مواضيع اللي بعض المرات ما غيتفقوش معايا الناس فيها، لاننا كنوجهوا الضوء لشي ظواهر اللي ما تنبغيوش نهضروا عليها، ما غنشوفوهاش في التلفازه، ما غنشوفوهاش في السينما بواحد الطريقه اللي هي كزاويه باغ اكزومبل قحة. شكرا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.